اسمحوا لي ارحب بكم جميعا ضيوفا كراما على ارض مصر الكنانه في اكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا في رساله نؤكد من خلالها بكم ومعكم ان العالم اصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحه كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب. بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال 27 بجمهورية مصر العربية.